امبارح صار تاتش بسيط كده بيني وبين لؤي، فحسيت انه الافضل اعمل شويه سبيس كده، اجي اشتغل لحالي براسي، اجي من بدري على روقان الين شويه بس الامور تهدى بيناتنا. حبدا اليوم بعمود الكردان، حفكه عشان اوديه مكان ونغير الشيال ونرجع نركبه. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ كويس؟ الله يسعدك. عندي العمود ده بس بغير له الشيال. ما في مشكلة الحين. قديش ياخذ منك وقت؟ وقت إن شاء الله ساعة زمن يكون ساعة؟ جاهز. أيوه. شيء ممكن أقل شوية؟ إن شاء الله بإذن الله. قاعدة أفكر كمان إني أنا أغير شكل الشكمان، أعطيه شكل جمالي. فبفكر إني أروح أسوي له شوية تظبيطات عشان يتغير في الشكل. كيف حالك؟ كويس؟ كويس الحمد لله. تعال لو سمحت شوية، أبغى هذه القطعة فكها وركبها هنا. شوف أنا في واحد هنا، هنا قصو في أنا كوة. أنت هندي؟ أيوة أنا هندي. خلاص يي بيس اسكي كاتكو كاتكو اور يهان جقالة قادو. أوكي مسلمي أنا في هذا صوب دهين أنا أجيب. انبسطت لأني أنا والدتي هندية، في البيت نتكلم جزء هندي وجزء عربي، كده عرفت أوصل بصر المعلومة بشكل أسرع ونتفق ونمشي. جي इधर मैं काट करेगा على طول इधर लगा दे. कोई बात नहीं कोई बात नहीं. اللي حابه اني انا اسويه في الشكمان اني انا اعطيه لمسه جماليه اكثر عشان يكون زي اللامبورجيني زي الكورفيت. كيف حنعمل كده؟ حنولف طبعا، حنقص جزء من هنا ونوصله في الاجزاء الثانيه عشان يعطينا فتحه.